وينضم إلينا من الخان الأحمر مراسل الغد أحمد البوديري. أحمد، كيف هو الوضع الآن؟ هنالك هدوء حذر في منطقة الخان الأحمر. فجر هذا اليوم كان هنالك هذا الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي هدمت 5 من البيوت البلاستيكية المتنقلة التي تم وضعها في هذا الخان، وذلك كجزء احتجاجا من قبل الناشطين هنا، ولكن أيضا لإرسال رسالة بأنه حتى لو تم هدم الخان الأحمر فسوف يكون هنالك محاولات مستمرة لبناء هذه المنازل المتنقلة. جيش الاحتلال يعني كان هنالك طبعا وجود لقوات كبيرة من سلاح الهندسة الإسرائيلي، تم تدمير في البيوت الخمس التي كانت قريبة من منطقة الخان الأحمر، أغلق مجموعة من الشوارع والطرق المؤدية إلى هذه المنطقة، ولكن الأمور إلى الآن عادت إلى هدوء مطبق. هنالك وجود لعدد من عشرات من النشطاء في منطقة الخان الأحمر، هنالك أيضا دعوات لكي يكون هنالك المزيد من الحضور إلى هذه المنطقة، لعل درجات الحرارة العالية في هذه المنطقة تمنع العديد من النشطاء من الوصول إلى هذه المنطقة، بعكس ساعات الليل حيث تصل الأعداد إلى بضعة مئات من الفلسطينيين الذين يتوافدون إلى هذه المنطقة. الساعات والأيام والأسابيع القادمة هي التي يعتمد عليها الجانب الإسرائيلي، عامل الوقت، عامل الانتظار، والعامل بإصابة أولئك النشطاء بحالة من الملل لاقتناص هذه الساعة والقيام باقتحام منطقة الخان الأحمر. وهذه هي الخطة الإسرائيلية الواضحة، حيث أنه رغم انتهاء المهلة التي أعطيت للأهالي إلا أن قوات الاحتلال لم تصل لغاية الآن لبدء عملية الهدم في منطقة الخان الأحمر. هذا يمكن أن يحدث اليوم وممكن أن يحدث بعد أشهر من الآن، لأن القرار في نهاية المطاف بيد ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم، شكرا لمراسلنا من الخان الأحمر أحمد البوديري.